ما أحدث عبد أمرا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة إلا كان ذلك سببا لشقائه عاجلا أو آجلا. وما تمسك أحد بالسنة إلا وجد طمأنينة في قلبه ولذة ونعيما لا يجده الملوك، لا يجدها الملوك. ولذلك يا أخوة نحن نحرص على أن نعلم المسلمين السنة وندعو المسلمين إلى السنة، لأنه لا عزة ولا طمأنينة قلب ولا راحة ولا قوة للأمة إلا في التوحيد والسنة في العبادة. إذا ظهر الشرك فاعلم أنه لا عزة للأمة ولا قوة للأمة ولا هيبة للأمة. ولذلك أعداء الإسلام يدعمون من يدعون إلى الشرك باسم الإسلام، الذين يدعون إلى الاستغاثة بغير الله والنذر لأصحاب القبور، هؤلاء يدعمهم أعداء الإسلام لأنهم يريدون أن يفشوا هذا في المسلمين، ويريدون أن يعبد البشر البشر، لأنه إذا عبد المسلم بشرا مثله ما كانت له مزية على غيره، بل ربما أن غيره أكثر مزية منه من جهة أنه ربما يعبد نبيا وهذا يعبد رجلا عاديا، والكل شرك. والآن بعض دعاة الباطل لا كثرهم الله ولا نصرهم الله ولا حقق لهم غاية، يجوبون الأرض يريدون أن يكسروا عزة المسلمين بالتوحيد إلى الشرك، إلى الذلة بالشرك، ويحاربون التوحيد في المناهج، ويحاربون التوحيد في المساجد، يحاربون التوحيد في الخطب. وكذلك يحاربون السنة إلى البدع. وهذا لا ينفع الأمة في شيء، بل يضيعها، والله يضيع دينها ويضيع عزتها ويضيع طمأنينة قلوب المؤمنين، حتى تجد البشري في بيته خائفا من بشري مثله، ما يخاف من الله، لا يخاف من صاحب القبر، يخاف من الشيخ، وهم يتكسبون من الناس ويلقون الخوف في قلوب الناس. إذا ما أعطيت الشيخ نذره يحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا. والعجب أن الواحد منهم لا يستطيع أن يأتي بدليل، وإنما يأتون بالوجدانيات أو بأدلة مكذوبة، إما مكذوبة في أصلها، فتجد الواحد منهم يتباكى وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكذاب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن يكذب على الناس، أو يكذبون في دلالة الأدلة على مرادهم. ولذا يا إخوة يجب على طلاب العلم اليوم أن يجتهدوا في الدعوة إلى التوحيد والسنة. دعاة الباطل ينشطون نشاطا عجيبا، ونجد بعض طلاب العلم ليست لهم دعوة في التوحيد، ليست لهم دعوة في السنة، كأنهم لا يعيشون ولا يدركون ما يدور. يجب أن نجتهد ولو بأهلنا، أهلي في بيتي أعلمهم التوحيد وأقوي التوحيد في نفوسهم، حتى لا تهدم هذه البيوت التي قامت على التوحيد. وأجتهد، والله ناصر دينه، والله حافظ دينه بنا أو بغيرنا،
لكن الشرف أن تقوم بواجبك وأن لا تفر من المعركة وتتحمل وتصبر، تدعو إلى التوحيد يأتيك 5، والله أحسن من 5 ملايين، والله تدعو إلى التوحيد يأتي في درسك 5 أشخاص فقط لأنك تدعو إلى التوحيد، والله هذا أحسن من الملايين الذين يذهبون إلى الذين يدعون إلى الشرك أو يدعون إلى البدع. هم خير لأنفسهم ولك وللأمة من الأعداد الكبيرة التي تذهب إلى غير الهدى، ولكن يجب أن لا نشوه دعوة التوحيد، أن نظهر دعوة التوحيد في أبهى حلة، وأن نظهر نحن في أحسن خلق في دعوتنا إلى التوحيد والسنة. وطالب العلم يجب عليه أن يعلم أنه ليس كل حق يقال، ليس كل حق يقال، بل إذا علم الإنسان أن الحق في هذا المقام سيترتب عليه باطل أعظم يسكت. يأتي شخص يعيش في بلد أهل البدع هم الأغلب ويقول يجب علينا أن نغلظ على أهل البدع، حتى لو كان هذا حقا ما ينبغي أن تقوله في هذا المقام، أنت تعال ادعو الناس إلى التوحيد والسنة وحذرهم من البدع. فما أحوجنا يا إخوة إلى أن نفهم الخطر القادم الداهم على التوحيد والسنة وعلى المسلمين جميعا، علموا أو لم يعلموا، إن لم نكن صادقين واقفين بحزم أمام هجمة دعاة الباطل، دعاة الشرك باسم الإسلام والتدين، سيتضرر المسلمون ضررا عظيما. فلا بد أن نقف صادقين ونقوم بالدعوة إلى التوحيد، لكن بعلم قوي، نعرض التوحيد، نعرض بضاعتنا عرضا قويا، ونقصد بالقوة القوة في العلم. ما نتوقع ناتي للناس نقول الاستغاثة بالمقبورين شرك، يقولون سمعنا وأطعنا. يجب أن يكون بياننا صحيحا ودليلنا قويا، كما يجب أن يرى الناس فينا الخير، حتى في تصرفاتنا يجب أن نزنها بميزان صحيح. يعني مثلا بعض طلاب العلم في بعض البلدان يكون عندهم خطيب عنده بدع، لكن هو الخطيب، فإذا صلى العيد وفرغ من الصلاة صلوا معه، فإذا فرغ قاموا خرجوا جميعا، والعوام ينظرون إليهم وهم يخرجون. طيب لماذا تخرجون يا إخوة؟ قالوا حتى لا نسمع لهذا الخطيب الذي عنده بدع. طيب ألم تفكروا في نظر العوام إليكم وأنكم لا تقيمون للدين وزنا وليس عندكم طاعة، ما تسمعون للخطبة؟ هم ما يعرفون ما السبب الذي يجعلكم تقومون. يا أخي اجلس، وإذا سمعت الخطيب قال شرا أو بدعة بالطرق الحسنة مع العوام بين لهم أن هذا الكلام الذي قيل غير صحيح وأن السنة كذا، لا تقوم في المسجد وتثير ضجة، لا، لكن بالطريق الصحيح والأسلوب الصحيح، ولا تجعل العامة يفقدون ثقتهم فيك. غدا إذا جئت تحدثهم يقولون هذا اللي ما يجلس للخطبة اليوم يعظنا ويأمرنا وينهانا. لابد أن ننتبه يا إخوة، نحن في حرب عظيمة
أعداء الإسلام جندوا جنودهم لهدم ما بناها المشايخ قبلنا من دعوة التوحيد وإقامة السنة في بلدان المسلمين. هالهم ظهور السنة، هالهم وجود كثير من الملتحين في بلدان المسلمين، يريدون هدم السنة، يريدون هدم التوحيد. جندوا جنودهم ودعموا من يدعمونهم وأعطوهم الأموال الطائلة. يجب علينا أن ننتبه ونحذر ونقوم بواجبنا ونجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى.